السلام عليكم. سيتم افتتاح مستشفى سوق الاثنين بولاية بجاية، وهذا الافتتاح سيكون جزئي في انتظار تجهيزه بالكامل. ويعتبر هذا المستشفى نتاع سوق الاثنين واحد من بين المستشفيات الكثيرة التي تمت إنشاؤها، ومنها ما هو تم الإشغال به، وفيه مشاريع أخرى راهي قيد الإنشاء بكل دوائر ولاية بجاية، وكذلك دوائر على مستوى الوطن، لأنه فيه خريطة صحية على مستوى الوطن، وبحيث أنها الخريطة تنص على تمويل كل دوائر الوطن، وهي في حوالي 500 دائرة بالمستشفيات من نوع تاني، هو النوع تاع 140 سرير. إذن مبروك للناس سوق الاثنين على هذا المستشفى، ويكون فيه كذلك ملحق مركز للاستعجالات الطبية، يعني البريمير ايرجونس. هذه السياسة الجديدة التي اتخذتها الدولة، إنشاء مراكز للاستعجالات الطبية في كل دوائر الوطن. إذا نكتفي بهذا القدر، السلام عليكم.